جزاك الله خير. بسم الله تفضل. الحمد لله باري الأنام، خالق الإنس والجان، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، مرسل الرسل بالبيان والتبيان، رافع منارهم في الملوان، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على دور التاج من خاتم العدنان، وآله وصحبه أولي الفضل سادة الأعلام. وهذه قراءة في سير نبلاء الأعلام للعلامة الحبر الجهبذ الذهبي ابن قيماز الإمام بإسناد شيخنا النميري غفر الله له ولوالديه ومشايخه وما شعشع القمران. عدد الشهداء في غزوة أحد. قد مر أن البخاري أخرج من حديث البراء أن المشركين أصابوا منا 70، وقال حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال: يا رب 70 من الأنصار، 70 يوم أحد، و70 يوم بئر مؤنة، و70 يوم مؤتة، و70 يوم اليمامة. معونة أحسن الله إليك، بئر معونة، و70 يوم مؤتة، و70 يوم اليمامة. وقال عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب قال: قتل من الأنصار في 3 مواطن 70 70، يوم أحد، ويوم اليمامة، ويوم جسر أبي عبيد. وقال ابن جريج: أخبرني عمر بن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى: قد أصبتم مثليها، قال: قتل المسلمون للمشركين يوم بدر 70، وأسروا 70، وقتل المشركون يوم أحد من المسلمين 70. وأما ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة فقال: جميع من قتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد من قريش والأنصار 4، أو قال 47 رجلا، وجميع من قتل من أحد يعني 47 رجلا، وجميع من قتل من أحد يعني من المشركين 19 رجلا. يوم أحد وجميع من قتل يوم أحد. أحسن الله، وجميع من قتل يوم أحد يعني من المشركين 19 رجلا. وقال موسى بن عقبة: جميع من استشهد من المسلمين من قريش والأنصار 47 رجلا. قال ابن إسحاق: جميع من استشهد من المسلمين من المهاجرين والأنصار يوم أحد 65 رجلا، وجميع قتل المشركين 22. قلت: قول من قال 70 أصح، ويحمل قول أصحاب المغازي هذا على عدد من عرف اسمهم من الشهداء، فإنهم عدوا أسماء الشهداء بأنسابهم. قال ابن إسحاق: استشهد من المهاجرين حمزة وعبد الله بن جحش بن رئاب الأسدي حليف بني عبد شمس، وهو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد دفن مع حمزة في قبر واحد، ومصعب بن عمير وعثمان بن عثمان. ابن عمتي، هذا خطأ، هذا عم مضاف إليه، وهو ابن عمتي رسول الله. الله يبارك فيك. وعثمان بن عثمان ولقبه شماس، وهو عثمان بن عثمان بن الشريد بن سويد بن هلمي. حط حمزة، حط شدة فوق ال. ولقبه شماس. أيوة. وهو كان شماسا. نعم. كان شماسا. نعم. أحسن الله إليك. وهو عثمان بن عثمان بن الشريد بن سويد بن هرمي بن عامر بن مخزوم القرشي المخزومي ابن أخت عتبة بن ربيعة، هاجر للحبشة وشهد بدرا ولقب شماسا لملاحته. ومن الأنصار عمرو بن معاذ بن عمال الأوسي أخو سعد، وابن أخيه الحارث بن أوس بن معاذ، والحارث بن أنيس بن رافع، وعمارة بن زياد بن السكن وسلمة وعمرو
أبناء ثابت بن وقش، وعمهما رفاعة بن وقش، وصيفي بن قيضي، وأخوه حباب، وعباد بن سهل، وعبيد بن التيهان، وحبيب بن زيد، وإياس بن أوس الأشهلون، واليمان بن الأشهليون الأشهليون، واليمان ابن حذيفة حليف لهم، أحسن الله عليه، ويزيد بن حاطب بن أمية الظفري، وأبو سفيان بن الحارث بن قيس، وغسيل الملائكة حنظلة بن أبي عامر الراهب، ومالك بن أمية، وعوف بن عمرو، وأبو حية بن عمرو بن ثابت، وعبد الله بن جبير بن النعمان أمير الرماة، وأنس بن قدادة، وخثيمة والد سعد بن خثيمة. خيثمة والد سعد بن خيثمة، وحليفه عبد الله بن سلمة العجلاني، وسبيع بن حاطب بن حارث، وحليفه مالك بن أوس، وعمير بن عدي الخطمي، وكلهم من الأوس. واستشهد من الخزرج عمرو بن قيس النجاري، وابنه قيس، وثابت بن عمرو بن زيد، وعامر بن مخلد، وأبو هبيرة بن الحارث بن علقمة، وعمر بن مطرف، وعامر بن مخلد وأبو هبيرة بن الحارث بن علقمة، وعمر بن مطرف، وإياس بن عدي، وأوس أخو حسان بن ثابت، وعمر بن مطرف أحسن الله إليك، وإياس بن عدي، وأوس أخو حسان بن ثابت، وهو والد شداد بن أوس، وأنس بن النضر بن ضمضم، وقيس ابن مخلد، وعشرتهم من بني النجار، وعبد لهم اسمه كيسان، وسليم، وعشرتهم يعني هذول عدد عشرة، وعشرتهم من بني النجار، وعبد لهم اسمه كيسان، وسليم بن الحارث، ونعمان بن عبد عمرو، وهما من بني دينار بن الحارث، وسليم ابن الحارث، ونعمان بن عبد عمرو، وهما من بني دينار بن الحارث، ومن بني الحارث من الخزرج بن الخزرج، خارجة بن زيد بن أبي زهير، وسعد ابن الربيع بن عمرو بن أبي زهير، وأوس ابن أرقم بن زيد أخو زيد ابن أرقم، ومن بني خضرة مالك بن سنان، وسعيد بن سويد، وعتبة بن ربيع، ومن بني ساعدة ثعلبة بن سعد بن مالك، وثقف بن فروة، وعبد الله بن عمرو بن وهب، وضمرة حليف لهم من جهينة، وهو من بني عوف بن الخزرج، ثم من بني سالم عمرو بن إياس، ونوفل بن عبد الله، وعبادة بن الحساس، وعبادته ابن الحسحاس، أحسن عليك، والعباس بن عبادة بن نضلة، والنعمان بن مالك، والمجذر بن زياد البلوي حليف لهم، ومن بني الحبلة رفاعة بن عمرو، ومن بني سواد بن مالك ابن إياس، ومن بني سلمة عبد الله بن عمرو بن حرام، وعمرو بن الجموم بن زيد بن حرام، وكان متواخين وصهرين، فدفنا في قبر واحد، وخلاد متواخيين وصهرين، أحسن الله إليك، وصهرين، فدفنا في قبر واحد، وخلاد بن عمرو بن الجموح، ومولاه أسير ابن أيمن مولى عمرو، ومن بني سواد بن غني بن غنم سليم ابن عمرو بن حديدة، ومولاه عنترة وسهيل بن قيس، ومن بني زريق زكوان بن عبد قيس، وعبيد بن المعلى بن لوذان، قال ابن إسحاق، وزعم عاصم بن عمرو بن قتادة أن ثابت
بن وقش قتل يومئذ مع ابنيه. وذكر الواقدي جماعة قتلوا سوى من ذكرناه. وقال البكائي قال ابن إسحاق بن محمود بن لبيد قال لما خرج رسول سوى من ذكر أحسن الله. وذكر الواقدي جماعة قتلوا سوى من ذكرنا. وقال البكائي قال ابن إسحاق عن محمود بن لبيد قال لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد رفع حسين بن جابر والد حزيفة باليمان وثابت بن وقش في الآطام مع النساء والصبيان. فقال أحدهما لصاحبه وهما شيخان كبيران لا أب لك ما ننتظر، فوالله ما بقي لواحد منا من عمره إلا ظمء حمار، إنما نحن هامة اليوم أو غدا، أفلا نأخذ؟ لا دقيقة إلا ظمء حمار إنما نحن هامة اليوم أو غدا. هذا المثال يقال دلالة على لم يبقى من العمر كثيرا، لأن الحمار لا يصبر على الظمأ، الحمار من عادته لا يصبر على الظمأ، فهو لما قال لم يبقى من عمرنا إلا ظمء حمار يعني لم يبقى من العمر إلا القليل، كان كبيرين رضي الله عنهما. إنما نحن هامة اليوم أو غدا، يعني نحن يعني صرع اليوم أو غدا، يعني موت اليوم أو غدا، فأراد سبحان الله أن يموت شهيدين، نعم حسين بن جابر والد حذيفة بن اليمان وثابت ابن وقش، نعم. أفلا نأخذ سيافنا ثم نلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله يرزقنا الشهادة مع رسوله؟ فخرج حتى دخلا في الناس ولم يعلم بهما. مع رسوله فخرج حتى دخلا في الناس ولم يعلم بهما. فأما ثابت فقتله المشركون، وأما حسين فقتله المسلمون ولا يعرفونه. قال وحدثني عاصم بن عمرو بن قتادة قال كن فينا رجل أتي لا يدرى ممن هو، يقال له قزمان، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ذكر له إنه لمن أهل النار. فلما كان يوم أحد قتل وحده 8 لا 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 كان في كان فينا رجل أعد فضيلتك. وقال وحدثني عاصم بن عمرو بن قتادة قال كان فينا رجل أتي لا يدرى ممن هو، يقال له قزمان، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ذكر له إنه لمن أهل النار. فلما كان يوم أحد قتل وحده 8 أو 7 من المشركين، وكان ذا بأس فأثبتته الجراحة، فاحتمل إلى دار بني ضفر، فجعلوا يقولون له والله لقد أبليت اليوم يا قزمان فأبشر. بني ضفر الضاء فوقها فتحة يا شيخ والفاء فوقها فتحة، ضفر ونقول ضفر ظفر أحسن الله إليك. دار بني ظفر فجعلوا يقولون له والله لقد أبليت اليوم يا قزمان فأبشر. فقال بماذا أبشر؟ والله إني قاتلت إلا عن أحساب قومي، ولولا ذلك لما قاتلت. فلما اشتدت عليه جراحته أخذ سهما فقتل به نفسه. يا ستير. قال ابن إسحاق وكان ممن قتل يومئذ مخيريق
وكان أحد بني ثعلبة من العيطون، قال: لما كان يوم أحد: يا معشر يهود، والله لقد علمتم أن سير محمد عليكم، أن نصر محمد عليكم لحق. قالوا: إن اليوم يوم السبت. قال: لا سبت. فأخذ سيفه وعدته وقال: إن أصبت فما لي لمحمد يصنع فيه ما يشاء. طبعا قال: كان فينا رجل أتي، صح؟ هكذا أتي يعني غريب، أتي يعني ألحق بالقوم غريب عنهم، يعني لا يعرف من أين أتى، يعني هذا معنى كلمة رجل أتي، يعني لا يدرى ممن هو، يعني ما يعرفون أصله. رجل يعني أتي يعني غريب، واسمه كان اسمه إيش؟ قز، واسمه قزمان، هذا معنى كلمة أتي يعني رجل غريب. أيوة تفضل. ثم غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتل حتى قتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيما بلغنا مخيريق خير يهود. ووقعت وهم طبعا هم يقول لك يوم السبت، فأسأل الله يجعل يوم السبت عليهم يوم وبال دائما، إن شاء الله يكون يوم من نكبات عليهم في كل حياتهم. نعم. وقعت هند بنت عتبة والنسوة مخيريق ابن النضير، مخيريق ابن النضير. والعجيب كان سبحان الله كان موسرا وغنيا وكثير الأموال من المزارع والنخيل، وقيل سبحان الله كان عنده 7 بساتين، يعني كان عنده سقيل 7، إيش كان عنده؟ 7 مزارع. قيل كان له 7 مزارع، وكما ذكر ابن إسحاق في السيرة أنه كان يعني عالما من علماء اليهود وحبرا، وكان أيضا حبرا فيهم مع ما جمع من الغنى وكثرة المال. وسبحان الله كان حبرا يعرف النبي بصفاته، لكن سبحان الله يعني غلب عليه إلف دينه وبقي على ذلك على يهوديته حتى لما جاء يوم أحد. انظروا، وكان يوم أحد يوم سبت، فوقف عليهم وقال: يا معشر اليهود، إنكم لتعلمون أن نصر محمد عليه الصلاة والسلام عليكم لحق، يعني ينبغي أن تنصروا في الحرب وتقفون معه. فماذا قال الملاعين؟ قالوا: اليوم يوم سبت. قال: لا سبت لكم، يعني الله يلعنكم، ما الله لا يجعل لكم سبت. ثم أخذ سلاحه وخرج حتى أتى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في أحد، وكتب في وصيته وأبلغ بها: إن أنا قتلت هذا اليوم أموالي كلها تروح للنبي عليه الصلاة والسلام يصنع فيها ما أراه الله. ودخل القتال وقتل. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: المخيريق خير اليهود. وقبض النبي عليه الصلاة والسلام أمواله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وفرقها ووزعها بين المسلمين. وهو طبعا يعتبر كما ذكر أهل الأخبار أنه من بقايا يهود بني قينقاع، من بقايا يهود بني قينقاع. نعم. الله إليك. وقعت هند بنت عتبة والنسوة اللاتي معها يمثلن بالقتلى، يجدعن الآذان والأنف، حتى اتخذت هند من آذان الرجال وألوفهم خدمة، وبقرت عن كبد عن إيدى حمزة فلاكتها،
ألم تستطع أن تصيغها فرفضتها؟ نحن وضحنا باستفاضة أن هذا الحديث لا يصح، هذه القصة لا تصح. نعم بقر حمزة لكن وصح، لكن هي الملاكة لفظة كذا، وضحنا أن هذا لم يصح. حتى أيضا انظر هنا لابن إسحاق لما قال فيما بلغنا مخيري خير يهود، حتى هذا فيه الحديث هذا فيه ضعف، هذا حتى هذا الحديث أيضا تعتبر حديث ضعيف، يعتبر هذا أيضا الحديث ضعيف، لأنه فيه من رواية الواقدي، والواقدي يضع الحديث ويكذب في الحديث. لكن كان السلف رحمهم الله فيما يكون في حديث الأخبار والسير أنهم يعني يتساهلون في ذكر ذلك، كما قال يا محمد إذا كان الأمر يتعلق بالحلال والحرام تشددنا، وإذا كان بالأخبار تساهلنا. والحديث مخير خير اليهود لم يثبت، لأن الواقدي موجود في السند، والواقدي طبعا متروك وكذاب. وإنما الذي ورد في خير اليهود هو عبد الله بن سلام، إنما هو عبد الله ابن سلام. وأما بالنسبة لما في مسألة إسلامه، نعم عده بعض أهل العلم في الصحابة، ومنهم هنا الإمام الذهبي رحمه الله رحمة واسعة. طبعا هنا في قولها واتخذت هند من آذان الرجال وأنوفهم خدما، يعني خلاخيل وكذا، أيضا هذا كل هذا لم يثبت. نعم عاد الله إليك، ثم عاد على صخرة مشرفة فصرخت بأعلى صوتها: نحن جزيناكم بيوم بدر والحرب بعد الحرب ذات سعر، ما كان عن عتبة لي من صبر ولا أخي وعمه وبكري. السين عليها شيء؟ السين عليها ضمة. السين عليها شيء؟ ذات سعر. ذات سعر. ما كان عن عتبة لي من صبر ولا أخي وعمه وبكري. شفيت صدري وقضيت نذري وعمه وبكري. شفيت صدري وقضيت نذري، شفيت وحشي غليل صدري. وقتل من المشركين على ما ذكر ابن إسحاق أحد عشر رجلا من بني عبد الدار، وهم طلحة وأبو سعيد وعثمان بنو أبي طلحة، عبد الله بن عبد العزة ومولاهم صواب، وبنو طلحة المذكور صواب يا شيخ صواب صواب وبنو طلحة المذكور عندك مسافع ولا بالعين ولا بالحاء؟ مسافع ايوه، والحارث والجلاس وكلاب وابو زيد بن عمير اخو مصعب بن عمير وابن عمه أرطأة بن شرحبيل بن هاشم وابن عمهم قاصد بن شريح، ومن بني أسد عبد الله شريحبيل بن هاشم وابن عمهم قاصد بن شريح، ومن بني أسد عبد الله بن حميد بن زهير الأسدي وسباع بن عبد العزة الخزاعي حليف بني أسد، وأربعة من بني مخزوم أخو أم سلمة هاشم بن أبي أمية بن المغيرة
والوليد بن العاصم بن هاشم بن المغيرة، وأبو أمية بن أبي حذيفة بن المغيرة، وحليفهم خالد بن الأعلم. ومن بني زهرة أبو الحكم بن الأخنس بن شريق أو شريق يا شيخ. شريق ابن شريق. شريق الأخنس بن شريق بضم الشين المثلثة. حليف لهم. ومن بني جمح أبي بن خلف وأبو عز وأبو عزة عمرو بن عبد الله بن عمير، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بضرب عنقه صبرا، وذلك أنه أسر يوم بدر وأطلقه النبي صلى الله عليه وسلم بلا فداء لفقره، وأخذ عليه ألا يعين عليه فنقض العهد وأسر يوم أحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله لا تمسح عارضتك بمكة تقول خدعت محمدا مرتين. عارضيك تقول خدعت محمدا مرتين. وأمر به فضربت عنقه، وقيل لم يؤسر سواه. ومن بني عامر بن لؤي عبيد بن جابر وشيبة بن مالك، وقال سليمان بن بلال عن عبد الأعلى بن عبد الله بن أبي فروة عن قطن بن وهب عن عبيد بن عمير عن أبي هريرة، ورواه حاتم بن إسماعيل عن عبد الأعلى فأرسله مرة وأسنده مرة عن أبي ذر عوض. طبعا هذا الحديث اللي هو في قتل حديث أبي عزة، هذا هو حديث فيه ضعف، ذكره الشيخ الألباني في إرواء الغليل، وذكره ابن إسحاق بدون إسناد. ذكره ابن إسحاق بدون إسناد. لما نرجع هنا مثلا، أنا أريدكم ترجعوا لي هنا، لما هنا نقل الذهبي عن ابن إسحاق نقله بدون إيش؟ بدون إسناد. وفيه كما ذكرتم قال: والله لا تمسح عارضيك بمكة بعدها، يعني ما تمسح أكتافك كده وتقول أنا خدعت محمدا مرتين. وأمر الزبير أن يضرب عنقه، هذا كما عند ابن هشام. وأيضا فيه بلاغ لابن المسيب أنه قال له النبي عليه الصلاة والسلام يعني: إن المؤمن لو ضرب من جحر مرتين يضرب عنقه يا عاصم ابن ثابت، فضرب عنقه. وهذا يعتبر البلاغات تعتبر إرسال، لأنه ابن المسيب بينه وبين النبي في طبقة الصحابة. البيهقي وصله في دلائل النبوة، لكن وصل من طريق مين؟ من طريق عمد ابن عمر قال: حدثني محمد بن عبد الله عن الزهري عن سيد المسيب. وهذا الإسناد إسناد واهن جدا، لأن هذا اللي هو من طريق محمد بن عمر، هذا محمد بن عمر هذا الواقدي وهذا متروك. أما بالنسبة لحديث لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، هذا صحيح متفق عليه، لكن كما قلنا يعني في الأخبار ينقلون هذه، لكن احنا ينبغي، لأن احنا بندرس كتاب هذا الكتاب المبارك، ندرسه رواية ودراية، فلا بد أن نوضع فيه ما يكون من الأحاديث الصحيحة وننقدها ونبين ما فيها. نعم، الله عليك. أكمل يا شيخ، بقى 10 صفحات. تفضل. ومن بني عامر 10 صفحات. كمل دقيقة واحدة فقط. ومن بني عامر بن لؤي عبيد بن جابر وشيبة بن مالك. وقال سليمان بن بلال عن عبد الأعلى بن عبد الله بن أبي فروة عن قطن بن وهب عن عبيد بن عمير عن أبي هريرة، ورواه حاتم بن إسماعيل
عن عبد الأعلى فأرسله مرة وأسنده مرة، عن أبي ذر عوض أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم حين انصرف من أحد مر على مصعب بن عمير وهو مقتول على طريقه، فوقف عليه ودعا له ثم قرأ: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ثم قال: أشهد أن هؤلاء شهداء عند الله يوم القيامة، فأتوهم وزوروهم، والذي نفسي بيده لا يسلم، فأتوهم وزوروهم والذي نفسي بيده لا يسلم عليهم أحد إلى يوم القيامة إلا ردوا عليه السلام. قال ابن إسحاق: حدثني محمد بن جعفر بن إسحاق. أكمل يا شيخ. نعم نعم. وقال ابن إسحاق: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير، وحدثنيه بريدة بن سفيان بن محمد بن كعب قال: لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بحمزة من المثل جدع أنفه ولعب به، قال: لولا أن تجزع صفية وتكون سنة من بعدي ما غيب. عندك من المثل، كيف ضبطت عندك؟ الميم فوقها فتحة والثاء فوقها سكون ولم تحتها كسر. من المثل جمع مثلة. نعم، التمثيل. بالنسبة هنا للحديث، أيوة، جمع مثلة هو ما يمثل بالميت من قاطع أجزائه بعد أن يموت. طبعا هنا نريد احنا أن نوضح هنا قاعدة في مسألة رد الميت للسلام، للسلام. طبعا هنا فيها أحاديث كثيرة روية في الباب هذا، مثل اللي عندنا الحديث الباب هذا، في أحاديث جت عن أبي هريرة وعن أبي ذر، لما قال لك هنا أبي هريرة عوض أبي ذر، وفي أحاديث جت عن ابن عباس، وفي عن عائشة، وفي عن ابن عمر، وفي عن سهل بن سعد وغيرهم رضي الله عن أصحابة أجمعين. وهذا لا يصح في الباب حديث، لا يثبت في رد إلا النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي إذا سلم عليه يرد عليه الصلاة والسلام: إن الله وكل ملك يقول ولك، يعني يخبر أن فلان بفلان يسلم عليك، ومن أحد يسلم عليه إلا رضي الله روحي حتى يسلم عليه. وأغلب الروايات تجد فيها إما منكر الحديث أو متروك، مثل محمد بن مخلد بن مخلد الرعين الحمصي، وهنا في أيضا قضية: ما من عبد يمر بقبر رجل كان يعرف الدنيا فسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام. بعض أهل العلم يحسنه، وبعض أهل العلم أيضا إيش أنه يضعفه إلى غير ذلك. لكن في الحقيقة أن وردت الأحاديث فيها شيء من الصحة في هذا الباب، مثل حديث ابن عباس: ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا ويسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام. وهذا إسناد صحيح، فمن يقول مثلا لم يصح في الباب حديث كذا مرة واحدة، نقول لا، صح في هذا الباب، صح فيه أحاديث وذكرها أهل العلم، ونحن أيضا ذكرناه في مجلسنا هذا. أما بالنسبة للحديث: أشهد أن هؤلاء شهداء عند الله فأتوهم وزوروهم والذي نفسي بيده لا يسلم عليهم أحد إلى يوم القيامة إلا ردوا عليه، هذا حديث ضعيف. الحديث هذا هو حديث ضعيف، ضعف الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة. نعم.
قال لولا أن تجزع صفية وتكون سنة من بعدي ما غيب حتى يكون في بطون السباع وحواصل الطير. وحدثني يعني ما أدفنه يعني لا أدفنه، هذا معنى يعني ما غيب يعني لا يدفن حتى يكون يعني تأكله السباع وحواصل الطير. وهذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام يترك الشيء حتى لا يفرض على الأمة عليه الصلاة والسلام، وقال لولا أن تجزع يعني تضطرب صفية، والجزع هو قلة الصبر، والجزع هو قلة الصبر. نعم. الله إليك. وحدثني بريدة عن محمد بن كعب قال هذا صحيح، وهذا حديث صحيح، وفيه أن النبي يقول لولا أن تجزع صفية لتركته حتى يحشره الله من بطون الطير، يعني تخلي الطير تأكله والسبع تأكله من بطون إيش؟ من بطون الطير. وهذا الحديث حديث صحيح، حديث صحيح يعني من رواية أنس بن مالك، وأيضا عند أبي داود والترمذي وأحمد رضي الله عن الصحابة أجمعين. أيوه. أحسن الله إليك. وحدثني بريدة عن محمد بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن ظفرت بقريش لأمثلن بثلاثين منهم. فلما رأى أصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما به جزع قالوا لئن ظفرنا بهم لنمثلن بهم مثلة لم يمثلها أحد من العرب بأحد. فأنزل الله تعالى لم يمثلها أحد من العرب بأحد. لئن ظفرنا بهم لنمثلن بهم مثلة لم يمثلها أحد من العرب بأحد. الآن الثاء عندك ساكنة شددها. ممتاز. وفي رواية تأتي لم يمثل، وفي رواية تأتي مثقلة لم يمثلها، هكذا وهكذا تأتي ساكنة وتأتي مثقلة. أنزل الله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به إلى آخر الصورة. فعفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أوقف يا شيخ ولا أكمل؟ نقف إلى هذا الباب إن شاء الله. صلى الله عليك. جزاك الله خير. هذا والله أعلم وأعلم، صلى الله عليه وسلم على رسول الله.